قال الدكتور محمد سالم المستشار السياسي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران وأمين الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قال إن تجميد عضوية الحزب في الحركة المدنية قرار مؤقت حتى نهاية الانتخابات الرئاسية، وقال إن المصري الديمقراطي سيعيد تقييم علاقته بالحركة المدنية بعد هذا الاستحقاق. أكد سالم أن طبيعة الائتلافات السياسية بها خلافات، وأن الحزب المصري الديمقراطي منفتح دوما على الحوار مع الجميع لبناء مجال ديمقراطي. كما أضاف المستشار السياسي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران أنه من المؤسف أن هناك سياسيين لا يرون السياسة خارج غرف ومقرات أحزابهم المغلقة، ولا يريدون أن يكون لهم أي صلة بالجماهير عبر الاستحقاقات الانتخابية.